عززت القوات المسلحة جهودها لتأمين احتفالات الشعب المصري بأعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، كذلك تأمين المنشآت والأهداف الحيوية ودور العبادة وفقاً لمنظومة متكاملة من التنسيق وتنظيم التعاون مع الأجهزة المعنية بجميع محافظات الجمهورية. وانتشرت عناصر التأمين من القوات المسلحة والشرطة بمحيط الكنائس والأديرة، كما تم فرض طوق أمني على مسافات آمنة حول دور العبادة. كما كثفت الدوريات والأقوال الأمنية من عناصر القوات المسلحة من جولاتها بكافة المحاور المرورية مدعومة بأحدث المعدات ومجهزة بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة. ووجهت القيادة العامة للقوات المسلحة جميع العناصر المكلفة بالتأمين بأعلى درجات اليقظة والحذر وتنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.